إذن البداية، حيث أكدت أوكرانيا أن لديها أدلة بأن القوات الروسية استخدمت في 2 من مناطق جنوب أوكرانيا ذخائر عنقودية وهي الأسلحة المحظورة بموجب الاتفاقيات الدولية. قالت المدعية العامة الأوكرانية خلال مؤتمر صحفي أنه لا توجد حتى الآن أدلة ملموسة على أن هذه الأسلحة استخدمت في العاصمة كييف، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تواصل إجراء تحقيقات بهذا الشأن. ومن جهته قال المتحدث باسم الكرملين باتري بيسكوف أن روسيا لن تلجأ إلى الأسلحة النووية إلا في حالة كان هناك تهديد وجود لبلاده لا بسبب النزاع الحالي مع أوكرانيا. وأضاف بيسكوف أن العمليات العسكرية في أوكرانيا لن تكون سبباً لاستخدام سلاح نووي، وأن لدى روسيا مفهوماً أمنياً ينص بوضوح شديد على أنه عندما يكون هناك فقط تهديد لوجود الدولة يمكن استخدام الأسلحة النووية للقضاء على هذا التهديد. وفي الولايات المتحدة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تصريحاته في وارسو بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يعزل من السلطة يعكس غضبه الأخلاقي وليس تحولا في سياسة الإدارة. كما قال بايدن أنه كان يعبر عن الغضب الأخلاقي الذي شعر به، كما أكد أنه لن يقدم اعتذارا عن ذلك ولن يتراجع عن تصريحاته التي اعتبرها الكرملين مثيرة للقلق وإهانة شخصية لبوتين. كذلك من المرتقب أن تعقد اليوم جولة مفاوضات جديدة بين الوفدين الروسي والأوكراني بشكل حضوري بعدما كانت تعقد المفاوضات عبر الفيديو. وتعقيبا على ذلك، قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا إن أكثر ما تطمح إليه بلاده في المحادثات التي تجريها مع روسيا هو الاتفاق على وقف لإطلاق النار. وأضاف كوليبا في تصريحات تلفزيونية لدى سؤاله عن النطاق المتوقع لأحدث جولة من مفاوضات السلام والتي من المزمع أن تبدأ الثلاثاء، الحد الأدنى سيكون المسألة الإنسانية، أما الحد الأقصى فهو التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار. هذا وأبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي في اتصال هاتفي قبيل محادثات السلام أن بريطانيا ستزيد من الضغوط الاقتصادية على روسيا. وقال مكتب جونسون في بيان إن الرئيس زيلينسكي قدم تحديثا بشأن تطورات المفاوضات، واتفق الزعيمان على التنسيق بشكل وثيق في الأيام القادمة. وأمنيا، قال مسؤول أمريكي بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن القوات الروسية تحرز تقدما تدريجيا في محاولتهم لعزل دونباس، مشيرا إلى أن تحركات باتجاه مدينة تشيرنييف شمال أوكرانيا متوقفة. كما أضاف المسؤول الأمريكي أن المساعدات الأمنية لأوكرانيا مستمرة يوميا ليس فقط من الولايات المتحدة ولكن من دول أخرى أيضا، وأن هذه الشحنات مستمرة في التدفق وخاصة أنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى. وعن الأوضاع الميدانية، قال المسؤول الأمريكي أنه لا توجد تغييرات حقيقية في مدينة تشيرنييف شمالي أوكرانيا، وأن الأوكرانيين قادرين على الحفاظ على التواصل وإعادة الإمداد بأنفسهم داخل تشيرنييف. من جهة أخرى، قال مسؤول البنتاغون أن الولايات المتحدة نشرت 6 طائرات أمريكية في ألمانيا تماشيا مع جهود إدارة الرئيس جو بايدن لتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي الناتو، مضيفا أن الطائرات ستكون متمركزة في ألمانيا لكنها ستستخدم لتعزيز الجناح الشرقي.
وفي آخر التصريحات أيضا أفادت المفوضية الأوروبية بأن ارتباط الاتحاد الأوروبي بموارد طاقة روسية سيستمر حتى عام 2027 على الأقل. كما قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه بعد القمة مع الولايات المتحدة حيث تمت مناقشة توسيع توريد الغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي، أكدت المفوضية الأوروبية توقعاتها بشأن الاعتماد على موارد الطاقة الروسية. كما قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن دول مجموعة السبع اعتبرت أن مطالبة روسيا بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل غير مقبولة، وتظهر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مأزق. وأضاف هابيك إثر اجتماع مع نظرائه في مجموعة السبع أن جميع وزراء المجموعة توافقوا على أن القرار يعد انتهاكا أحاديا وواضحا للعقود القائمة، مطالبا الشركات المعنية بعدم الاستجابة لطلب بوتين، ووصفا روسيا بأنها مورد غير موثوق، وأن هذا المطلب يظهر بوضوح محاولة الرئيس الروسي للتقسيم. إذن تكهنات عدة وتساؤلات كثيرة تثار حول نية روسيا في فرض عملة الروبل الروسي كعملة رئيسية لبيع النفط والغاز لديها للدول الأوروبية، وتأثيرات ذلك أيضا على حركة التجارة ومستقبل الدولار، والذي بات مهددا في حالة نجاح روسيا في إلزام الدول غير الصديقة بحسب وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تزود موسكو أوروبا بحوالي 40% من احتياجاتها من الغاز. كذلك فإن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبول مدفوعات الروبل بنهاية الشهر الجاري صاحبه مخاوف عدة من ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية، وزاد من القلق بشأن تعطل الإمدادات في الاتحاد الأوروبي. وقال الكرملين في بيان له أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر شركة غازبروم عملاق الطاقة الروسي بقبول مدفوعات صادراتها من الغاز الطبيعي بالروبل، وأنه يجب عليها تحديد كيفية القيام بذلك في غضون 4 أيام. تصعيد بوتين الاقتصادي قابله انزعاج في أوروبا، وقالت كثير من الشركات إن العقود مع غازبروم عملاق الطاقة الروسي تنص على أن يتم الدفع باليورو أو بالدولار الأمريكي وليس بالروبل الروسي، ولكن لماذا هذا القلق؟ التقارير تشير إلى أن التعاقدات اليومية على النفط والغاز الروسي في حال تقييمها بالروبل ستتخطى عدة مليارات من روبل يوميا، وهي قيمة لم تتمكن من التحقق منها، كما أن استمرار صعود النفط يضيف للخزانة الروسية مليارات الدولارات. ومع استمرار صعود النفط بنحو 60% منذ بداية العام الجاري، فإن موسكو تعد من أكبر الرابحين، حيث تقول إلينا ريباكوفا نائب كبير الاقتصاديين بمعهد التمويل الدولي أن كل 10 دولارات زيادة في سعر النفط تمنح روسيا حوالي 20 مليار دولار تدفقات في الحساب الجاري في السنة المالية. وأضافت أنه مع تراجع الواردات الروسية المحتمل بسبب العقوبات، فإن فائض الحساب الجاري لروسيا قد يتجاوز 200 مليار دولار لعام 2022، موضحة أنه على الرغم من أن 40% من احتياطيات البنك المركزي الروسي والبالغة 640 مليار دولار محظورة بسبب عقوبات أمريكا وأوروبا، فإنه يمكن لروسيا أن تعيد بناء احتياطياتها من فائض الحساب الجاري. وبحسب بيانات مركز الأبحاث الأوروبي لشؤون السياسات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية، فإن نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بعد بداية العملية العسكرية الروسية دفع الاتحاد الأوروبي لروسيا مقابل الغاز الذي اشتراه منها 660 مليون يورو في 3 مارس 2022 مقابل 190 مليون يورو دفعها في أول يناير الماضي. ومع الاتجاه للتنازل عن الدولار وقبول الدفع بالروبل، فإن العملة الأمريكية معرضة للتراجع في حالة نجاح روسيا فرض هذا الأمر على أوروبا. أما عن ردود الأفعال بشأن فرض روسيا الروبل كعملة دفع، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن الحكومة الفيدرالية ستناقش هذا الأمر مع الشركاء الأوروبيين، كما أضاف أن القرار يظهر مرة أخرى أن روسيا ليست شريكا مستقرا، وأن الدول السبع الكبرى ترفض تطبيق القرار جملة وتفصيلا. أيضا تتولى ألمانيا حاليا رئاسة نادي الاقتصادات، كما أيضا أن مجموعة السبع المتقدمة، وأن هابيك مسؤول أيضا عن الطاقة في الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار أولاف شولتز.
كما صرح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الإيطالي بأن الدفع بالروبل يعني التحايل على العقوبات، لذلك يجب التمسك بالاعتماد على اليورو. وفي الوقت ذاته أكد أن الحكومة الإيطالية لم تتخذ أي قرار حتى الآن. من ناحيته أكد رئيس وزارة الطاقة البلغارية ألكسندر نيكولوف أن قرار روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل لا يهدد العقد الحالي مع بلغاريا ولن يؤدي إلى مشاكل تذكر. هذا وقالت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تعزل بشكل فعال أوكرانيا عن التجارة البحرية الدولية، وذلك بفضل ما وصفته بأنه حصار عن بعد لسواحل كييف على البحر الأسود. كما أضافت الدفاع البريطانية أن البحرية الروسية توصل شن ضربات صاروخية متفرقة ضد أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا، موضحة أن موسكو انتهجت تلك الاستراتيجية بعد أن دمر الأوكرانيون سفينة إنزال روسية كبيرة في مدينة بيردانسك الساحلية جنوبي البلاد. من جانبها دعت رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى تحرك عاجل حيال ديون الدول الفقيرة والتي أضعفتها أزمة أوكرانيا ومواكبها من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود والأسمدة. وأضافت ريبيكا غريسبنان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والذي يهدف إلى دمج الدول النامية في الاقتصاد العالمي بشكل أفضل، أضافت أن وباء كوفيد-19 سبق وأنخفض هامش المناورة لدى الدول النامية فيما يتعلق بالموازنة وزاد من ديونها، وحذرت من أن الدول الفقيرة لن تكون قادرة على مواجهة ذلك بدون مساعدة، مطالبة بآليات لحل مشكلات السيولة والديون لديها. وبحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن الدول النامية قد تكون بحاجة إلى 310 مليارات دولار لخدمة الدين العام الخارجي في 2022، أي ما يعادل حوالي 9.2% من الدين العام الخارجي حتى نهاية 2020. كما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون جون كيربي أن الولايات المتحدة ستنشر 6 طائرات تابعة للبحرية و240 عنصرا في ألمانيا لدعم قوات الناتو. أضاف كيربي أيضا أنه يتم نشر هذه الطائرات والقوات تماشيا مع جهود تعزيز قدرات الردع والدفاع لحلف شمال الأطلسي على طول الجناح الشرقي، ومشيرا إلى أنه لم يتم إرسالهم بسبب نوع من التهديد الحاد الذي تم رصده أو بسبب وقوع حادث معين. كما أكد كيربي أن الطائرات المتجهة إلى ألمانيا متخصصة في الحرب الإلكترونية وأجهزة استشعار التشويش وأنها لن تستخدم ضد القوات الروسية في أوكرانيا. كذلك فقد قفزت صادرات النفط الأمريكية في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، وبدأت عملية تصدير براميل النفط المحلية والتي كانت تتوجه عادة إلى مراكز التخزين في كوشينج بولاية أوكلاهوما. وأكدت وزارة الطاقة الأمريكية ارتفاع صادرات الخام إلى 3,800,000 برميل يوميا في 18 مارس، وهو المستوى الأعلى منذ يوليو 2021. هذا وتبلغ مخزونات كوشينج حاليا 25.2 مليون برميل، مقتربة من أدنى مستوى لها في 4 سنوات. هذا وتسارع الشركات الأمريكية لإعادة شراء أسهمها بكميات كبيرة للاستفادة من التقلبات الأخيرة في سوق الأسهم. كما ذكر بنك جولدمان ساكس الأمريكي أنه تم السماح بإعادة شراء الأسهم بقيمة 319 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي عندما بلغت قيمة عملية إعادة شراء الأسهم 267 مليار دولار. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن مواجهة تمدد الصين وروسيا يتطلب زيادة كبيرة في الميزانية الأمريكية للقدرة على منافستهما،
وخلال مؤتمر صحفي عن إعلان مشروع ميزانية للعام 2023 أعلن أن تكلفة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأزمة كورونا ضغط على الميزانية، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل على تقليص العجز في الميزانية الأمريكية بمستويات تاريخية. الأمن أيضا يعني الأمن القومي والخارجي، وهذه الميزانية توفر الموارد من أجل تأمين أمريكا والتأكد من أن عناصرنا العسكرية هم الأفضل تجهيزا وتدريبا في العالم. هذه الميزانية أيضا توفر تمويل إضافي لإيقاف عدوان بوتين على أوكرانيا. العالم يتغير ونحن أيضا نتصدى للمنظمات الإرهابية، وهناك منافسة على المسرح العالمي. الصين وروسيا تتطلبان استثمارات للتأكد من تمكننا من مواجهتهما في على الصعيد السيبراني. بعض الناس لا يحبون هذه الزيادة، ولكننا في عالم مختلف. أمريكا أكثر رخاء وأكثر نجاحا وأكثر عدلا، ونستطيع أن نستعيد المسؤولية المالية ونؤمن أمننا في الداخل والخارج، بينما نحقق القيمة الثالثة وهي بناء أمريكا أفضل.
مستمرين مع حضراتكم، حيث أكدت جريدة فاينانشال تايمز البريطانية أن رحلات السيارات الخاصة في الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 2% من 27 من فبراير الماضي وحتى 6 مارس، في تقرير بعنوان ارتفاع أسعار الوقود تدفع المزيد من الناس إلى وسائل النقل العام. أوضحت الجريدة أن مدينة سان دييغو رفعت توقعات زيادة الركاب في وسائل النقل العام بعد وصول الرحلات اليومية إلى ما يقرب من 200,000 رحلة في الأسبوع المنتهي في 18 مارس الجاري، بزيادة قدرها 26% عن يناير الماضي، وذلك بعد أن بلغ متوسط تكلفة الوقود في المدينة 5.98 دولار للجالون. كما أشارت أيضا فاينانشال تايمز إلى تسجيل سان فرانسيسكو 125,804 رحلات خلال الأسبوع ذاته، بزيادة 15% عن شهر يناير الماضي، فيما بلغ متوسط عدد رحلات مترو أنفاق مدينة نيويورك 3,200,000 رحلة، أي 35% أكبر مما كان عليه في يناير الماضي. وسط استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، ازدادت حدة التحذيرات من ارتفاع أسعار السلع من الغذاء والوقود إلى البلاستيك والمعادن ومختلف المنتجات الأخرى، مما يدفع العديد من الاقتصادات الكبرى لمواجهة شبح الركود. هكذا صارت النبرة التي تحدث بها مسؤولون دوليون وخبراء اقتصاديون بحسب مجلة بلومبرج، وذلك في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي أدت إلى تعطيل الشحنات من الدولتين اللتين توفران ربع واردات الحبوب في العالم وكثيرا من نفطها. رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد أن أزمة أوكرانيا ضاعفت من ضغوط التضخم، فيما قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الصندوق على وشك خفض توقعاته للنمو العالمي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الصين دفع مصانع السيراميك التي تحرق كثيرا من الوقود إلى خفض عملياتها إلى النصف، فيما علق عدد من شركات النقل بالشاحنات في الولايات المتحدة عملياتهم بسبب تكاليف الديزل المتزايدة، في وقت خفض صانع الصلب الأوروبيون إنتاجهم من ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الاعتماد على الإمدادات الروسية، وهو ما دفع أوروبا خلال الفترة الأخيرة إلى العمل جاهدة على تأمين سفن متخصصة لزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من إمدادات بديلة، وفقا لصحيفة فاينانشال تايم. أما الأمم المتحدة فقد أعلنت من جهتها أن أسعار الغذاء العالمية سجلت رقماً قياسياً الشهر الماضي بصورة تجعله أكثر تكلفة للطبقة الوسطى، وهو ما تم رصده في بريطانيا، حيث أكدت صحيفة إنديبندنت لجوء البريطانيين من هذه الطبقة إلى بنوك الطعام مع تفاقم أزمة تكلفة المعيشة. هكذا اتفق خبراء الاقتصاد على أنه ليس هناك شك في أن يظل التضخم مرتفعاً لفترة أطول مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وأن الزيادة المتجددة في أسعار بعض المنتجات والسلع ستؤدي لانهيار واسع النطاق للطلب. العالم أصبح يواجه أزمات متداخلة يمكن أن تتحول بسرعة لحالة طوارئ غذائية عالمية. هكذا أكدت العديد من المنظمات الدولية والإقليمية بجانب قادة الدول ومسؤوليها، بالإضافة إلى خبراء اقتصاد، والذين اتفقوا على أن الأزمة الروسية الأوكرانية تهدد بإشعال أزمة غذاء عالمية. المزيد في العرض التالي.
وعلى وقع الأزمة الروسية الأوكرانية ظهرت تأثيرات واضحة وملموسة على أسواق السلع في العالم بشكل كبير، وتجاوزت أسعار النفط العالمية مستويات قياسية ما شكل عبئا على اقتصادات العالم أجمع وسط موجة تضخم غير مسبوقة. وسط مخاوف من موجة ركود تضخمي قد تضرب العالم، تستمر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وآثارها التي طالت المنطقة والعالم بأسره. ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية والنفط والغاز الطبيعي على مستوى العالم. وعلى وقع الأزمة الروسية الأوكرانية ظهرت تأثيرات واضحة وملموسة على أسواق السلع في العالم بشكل كبير، وتجاوزت أسعار النفط العالمية مستويات قياسية ما شكل عبئا على اقتصادات العالم أجمع وسط موجة تضخم غير مسبوقة. في فرنسا حذر خبراء الاقتصاد من تأثير العمليات الروسية في أوكرانيا على تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار وانعكاس ذلك بكل تأكيد على المواطن الفرنسي، خاصة في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا. ولم يستبعد بنك فرنسا المركزي إصابة الناتج المحلي الإجمالي بالركود عند 2.8% وارتفاع الأسعار بنسبة 4.4%. وجدت الكثير من الأسعار زادت ابتداء من زيادة المحروقات وأسعار القهوة والسكر. هناك زيادة وصلت في بعض الأحيان إلى 40%، وأنا كتاجر لا أستطيع أن أزيد السعر على الزبائن لأننا في هذه الحالة سنخسر. أمامنا خياران كلاهما صعب، إما أن نبيع بخسارة أو نخسر الزبائن. الحقيقة نحن في دائرة مغلقة، لا نستطيع أن نفعل أي شيء بدون حساب. لماذا هذا؟ لأننا بين زيادة أسعار البنزين وأسعار المنتجات الأساسية والمأكولات ودرجة الجودة، كثير من التجار بدأوا يغلقون محلاتهم. كصاحب مطعم زادت علي أسعار البضاعة بنسبة ممكن أن تصل إلى 50% في الوقت الذي لا أستطيع فيه أن أزيد ثمن البيتزا أو السندوتشات على الزبائن، لأنهم يقولون: سيدي لماذا رفعت السعر؟ ماذا حدث؟ أقول لهم: سعر الزيت أصبح غاليا، وحتى أستطيع أن أقوم بقلي البطاطس لابد من تغييره باستمرار، وهذا أصبح مكلفا لأنه زاد 3 أضعاف. لا أستطيع أن أعمل في ظل هذه الأجواء. كزبون أجد أن الأسعار بدأت بالزيادة، كل شيء زاد من أول أسعار المحروقات. لاحظت هذه الزيادة عند قيامي بالتسوق، لم أستطع شراء كل احتياجاتي. هناك نقص في العمالة ونقص في الصناع وأزمة في النقل بسبب زيادة أسعار المحروقات، والتي ما زالت تشهد زيادة في الأسعار وتتسبب في ارتفاع الأسعار وتجعلها ترتفع وترتفع وترتفع. وفي الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن الشارع الأمريكي بمنأى عن هذه الأزمة التي أدت إلى ارتفاع أسعار البنزين لأعلى مستوى لها منذ عام 2008، وأسهمت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية. الوقود مرتفع، مرتفع جدا، كل أسبوع 50 سنتا أعلى، إنه يؤثر على عملي، لذلك أدفع $10 أكثر يوميا. كذلك السلع الغذائية في ارتفاع، كل شيء أصبح مرتفعا. أنا بخير، لكني لست بخير مع أسعار الوقود. انظر، أنا وابني نسير، تعال هنا، اظهر معي، ليس لدي سيارة، لا نستطيع أن نفعل ذلك الآن، ليس لدينا الأموال. وبالنسبة للمواد الغذائية، فقطعة اللحم سعرها $17، لا نستطيع أن ندفع هذا أيضا، الأطفال جائعون. أسعار الوقود مرتفعة هذه الأيام جدا، وكذلك العمل لم يعد كما كان في السابق نتيجة هذه الأسعار، كل ذلك نتيجة الموقف في أوروبا، كل شيء أصبح مرتفعا، لكننا نأمل في الأفضل. قفزة كبيرة على مستوى العالم في أسعار الغذاء والطاقة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومات إلى اتخاذ تدابير لتحقيق الاستقرار في السوق ومواجهة تلك الموجة الكبيرة التي تضرب العالم وتأثيرها السلبي المتزايد.
قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن أوروبا تعمل جاهدة على تأمين سفن متخصصة لزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال. وأوضحت الصحيفة أن خطة أوروبا لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي وتعزيز أمن الطاقة في القارة تتوقف على قدرتها على تأمين السفن المتخصصة التي تقدم أسرع طريقة لاستيراد الإمدادات البديلة وبناء البنية التحتية المرتبطة بها. فيما أشارت الصحيفة إلى إعلان ألمانيا وإيطاليا وهولندا عن خطط لتأمين وحدات تخزين عائمة للغاز الطبيعي المسال تزامنا مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أعلن معهد البحوث الاقتصادية النمساوية أن التضخم في أسعار المواد الغذائية بالنمسا بلغ 22% في فبراير الماضي، وذكر أحدث تقارير المعهد أن التسوق بات مهمة مزعجة في ظل قفزات الأسعار المتلاحقة خاصة في مجال السلع الغذائية، مما زاد من الأعباء على المستهلكين وأدى إلى اتساع المعاناة في البحث عن سلع رخيصة. كما أرجع التقرير ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث أدى ذلك إلى حدوث اختناقات حادة في سلاسل التوريد. أفادت صحيفة إندبندنت بأن المزيد من البريطانيين من الطبقة الوسطى في حالة يأس، واضطروا إلى اللجوء إلى بنوك الطعام مع تفاقم أزمة تكلفة المعيشة. ونقلت الصحيفة عن المسؤولين التنفيذيين في عدد من المؤسسات الخيرية أنهم يشهدون زيادة مذهلة في عدد الأشخاص العاملين الذين لا يستطيعون دفع فواتير الطاقة، فضلا عن تراكم الديون على الطلاب وخريجي الجامعات بسبب التبعات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية. هذا وكشف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن خطة اقتصادية لتوفير 6 مليارات يورو كمساعدات مباشرة ودعم للوقود للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. كما تشهد إسبانيا تضخما بلغ قرابة 8% في فبراير الماضي في أعلى مستوياته منذ 35 عاما على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة والتي تفاقمت بسبب الأزمة الحالية. أعلنت جريدة ذا إيكونوميك تايمز الهندية ارتفاع أسعار الوقود في الهند مرة أخرى في تقرير بعنوان ارتفعت أسعار الوقود والديزل للمرة السادسة في الأيام السبعة الماضية، وبلغ إجمالي الارتفاع الآن 4 روبيات. وأوضحت الجريدة أن العاصمة الهندية تبيع حاليا الوقود بسعر 99.41 روبية للتر، في حين أن سعر الديزل يصل إلى 90.77 روبية للتر، مؤكدة أن زيادة الأسعار تعود لارتفاع أسعار النفط الخام عالميا، ومضيفة أن الهند تعتمد بنسبة 85% على الواردات لتلبية احتياجاتها من النفط، وبالتالي تتأثر الأسعار بالحركة العالمية. كما أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أنه يبذل أقصى الجهود في أوروبا لمحاولة خفض أثر التضخم على العائلات. وخلال جولة انتخابية في مدينة ديغون ضمن حملته الانتخابية، أشار ماكرون إلى أمر حكومي بخفض سعر النفط ودخوله حيز التنفيذ يوم الجمعة، وكذلك إلى خفض أسعار الغاز والكهرباء. وفي فرنسا أيضا ناشد رئيس هيئة تنظيم الطاقة الفرنسي جان فرانسوا كارينكو جميع المواطنين الفرنسيين بترشيد استهلاك الطاقة اعتبارا من الآن. وقال كارينكو أن صعوبات إمدادات الغاز الناجمة عن الأزمة الأوكرانية والانخفاض غير المسبوق في توليد الطاقة النووية سيتمخض عنه لا محال عقبات في شتاء 2022 إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات، داعيا المواطنين الفرنسيين إلى المشاركة في هذه الجهود بخفض انبعاثات الغاز الاحتراري واستهلاك أجهزة التبريد وكذلك الأضواء، موضحا أنها حالة طارئة وعلى الجميع التحرك للحد من هذه المخاطر. في ذات السياق، قررت فرنسا تقليص ميزانية كافة الوزارات، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى الصمود أمام التحديات الاقتصادية التي خلفتها الأزمة الأوكرانية. كما ذكرت صحيفة لا تريبيون الفرنسية أن قرار تقليص الميزانية يشمل جميع الوزارات بما فيها وزارة الدفاع والتي تبلغ ميزانيتها 300 مليون يورو، حيث ستخصص هذه الأموال لمواجهة العواقب الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية. مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما زال الاقتصاد العالمي يتلقى ضربات قوية باتت تهدد اقتصاديات كبرى دول العالم. ففي فرنسا ألقت ضغوط التضخم المتزايدة بظلالها على الحياة اليومية للمواطنين لتحدث تغييراً ملحوظاً في حياتهم. ترقب شديد يشهده الشارع الفرنسي،
وسط زيادة الأسعار في المحروقات والتي انعكست على أسعار الشحن والنقل وبالتالي السلع الأساسية ونقص أعداد الزبائن في المطاعم والحانات. أسعار البنزين ارتفعت بشدة وأصبح الوضع صعب للغاية بالنسبة للمواطنين، فأنا لا أستخدم السيارة ولكن ألاحظ أثار ذلك على عائلتي وأصدقائي، والوضع مأساوي بالنسبة لهم. أسعار الطاقة ارتفعت وهذا يؤثر على حياتنا اليومية، فالوضع أصبح معقد ولو لقطع أقرب المسافات. أسعار البنزين والغاز ارتفعت بشدة وبلا شك سيؤثر هذا على العديد من السلع اليومية، فالأزمة الأوكرانية ستؤثر على السوق الفرنسي بشدة، ستؤثر على المزارعين، على التجار، على العمال وعلى المستهلكين، ولكن هذا ثمن يجب دفعه لدعم الشعب الفرنسي لأوكرانيا. وبعد أيام من اندلاع الأزمة الأوكرانية شهد متوسط سعر السلع ارتفاعا بنسبة 3.6% عن العام الماضي، كما شهد قطاع الطاقة أعلى نمو بنسبة 21% في حين قفز سعر الغاز الطبيعي بنسبة 47%. في عنا زيادة أسعار في أوروبا ولاحظناها اليوم نحن في فرنسا، في ألمانيا، في إيطاليا، في إسبانيا، زيادة أسعار الطاقة وأيضا زيادة أسعار المواد الغذائية، ولأن الطاقة أيضا تدخل في الإنتاج، تدخل في عملية الإنتاج، فبالتالي المنتجات الصناعية أيضا ستزيد زادت وستزيد أسعارها أكثر. طيب ما الحل؟ هل عند أوروبا حل للخروج من هذه الأزمة؟ طبعا تحاول أوروبا الخروج من الأزمة بأقل خسائر ممكنة. أولا لا يمكن لها على المدى القصير الأمد أن تستغني عن الغاز وأن تستغني عن البترول الروسي، والدليل واضح أنها لم تفرض عقوبات بموضوع الطاقة على روسيا لأنها لا تستطيع لذلك أمرا، فلذلك هي تحاول الحصول على الغاز من أماكن أخرى. الحكومة الفرنسية من جانبها راهنت على وعي الفرنسيين لتخطي الأزمة وعدم احتكار التجار للسلع بالتزامن مع توقع البنك المركزي الفرنسي تباطؤ النمو الاقتصادي في عام 2022 عند 1.1% مع ارتفاع معدل التضخم من 3.7% إلى 4.4% على مدار السنة.